بمسرحية إعدام هناك إسقاط على هيروستراد الذي أحرق المعبد من أجل المجد والشهرة. فهذا الشيء فينا نعمله إسقاط على هذا الوقت، على هذا الزمن، على هذا الظرف، أنه كيف في ناس عم بيحاولوا يدمروا البلد من أجل الوصول إلى المجد والشهرة، وبالنهاية هدول عقابهم الإعدام أو الموت. المسرح شيء خاص كتير بالنسبة لي، هاي مساحة للروح. دايما في جملة بيقولها الأستاذ زهير عبد الكريم بحبها كتير، بيقول تطهير، كتير تعبير رائع فعلا، تطهير هذا المكان الآسر اللي بيأسرك. ما بتفكري بقى لا بمادة ولا بشيء، بتحسي أنه أنت بدك تكوني بهذا المكان اللي كتير له خصوصية، اللي كتير رائع. قبل شوي كنت عم بحكي أنه أنا بعشق هاي الأرض المغبرة تبع المسرح، هاي البرادي العتيقة، أنا بعشق هذا المكان الآسر. فأنا صار لي فترة، يعني صار لي أكثر من سنة أنا موجودة بالمسرح، متواجدة وحريصة أن يكون موجودة. هاي التجربة الثالثة لألي. يجب أن أطيل هذه الفترة إلى ما لا نهاية. أخشى القانون والنظام. بلغوا هذا الكلام الذي أرسل.